بسم الله الرحمن الرحيم. لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال تجسدي واترون يهيم الفكر فيه ولا يرى ندا لمعناه الفريد الأوحدي عذب به تحلو الثغور وطيب غايا ذكر الصلاة على النبي محمد. لا تجهل في صفات أحمد فكرا فإنها الصورة التي لم تراها تلك نفس عزت على الله قدرا فاصطفاها لنفسه وارتضاها قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها يا حاز قدسية العلوم وإن لم يؤتها أحمد فمن يؤتاها. اللهم صل آل النبي نجوم في الورى يا زهر محمد شمسهم والمرتضى قمر مطهر نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. يا من بذكرهم تطيب كلماتي وبحبهم أنجو من الزلات لولاهم لم يستقيم نهج الهدى وبدونهم لا خير في صلواتي. الكون أطرب والطيور ترنموا يا حبذا ولد الإمام الأكرم والكائنات بغي والكائنات بغيجة ونشيدها يا ونشيدها يا إعادة نقول ونشيدها صلوا على آل النبي وسلموا راح نغير الليلة والكائنات بغيجة ونشيدها مولد الحج ابن الحسن لا حتى مالا ألف الصلاة على النبي أحمد وآل مولد الحج لا حتى مال ألف الصلاة ما راح أقرأ لا أسمع صوتك أول مولد الحج ابن الحسن لا حتى مال
ألف الصلاة على النبي أحمد وآله في منتصف شعبان مولد خاتم العترة الصاحب المعروف اسمه من بني الزغرة جادت علينا بطلة الميمونة سامرة لو غاب ننتظر ولو طالت الغيبات هذا أملنا وننطر وهذا عقيدتنا هذا اللي جانا من النبي والآل سادتنا لن انتظار الفرج خير أعمال شيعتنا شيعتنا تملي الأرض للمهد انتظارات جبريل كبر في السماء ونادى ميكائيل ألف الصلاة على النبي أحمد وآله مولد الحجة بن الحسن لا حتى ماله ألف الصلاة بشر نبيه المصطفى وغادي على يمهم الأيمة بعد اثنا عشر والمهدي خاتمهم كل من يلازم لا ولي واحنا نلازمهم علي وعلى آباء آلاف التحيات هذا اللي كم هم وبلا بالعالم فرجة نهج النبي المصطفى بين البشر نهجة الحجة هذا والأرض ما تخلو من حجة إطلالة الثاني عشر أجمل إطلالات جبريل كبر بالسماء ونادى ميكائيل ألف الصلاة أحمد بارك الله فيك مولد الحجة ابن الحسن لا حتى مال ألف الصلاة مولد الحجة ابن الحسن لا حتى مال ألف نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام النبي المصطفى والعترة الطاهرة بهذه وجميع مراجعنا طبعا وعلمائنا ولكم إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات وجميع شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة العطرة الشريفة ميلاد منقذ البشرية جمعاء حلم الأنبياء الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه الليلة المباركة التي قال في حقها إمامنا الباقر عليه السلام هي الليلة التي جعلها لنا ربنا بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وهي الليلة العظيمة الثانية في السنة في الفضل والشرف وكما بيّن فضيلة الشيخ فضلها وهنيئاً للمتهجدين والعابدين والناسكين هذه الليلة وأسأل الله عز وجل أن يجمع لنا الحسنيين في هذه الليلة إحياء شعائر أهل البيت بالفرح والسرور نفرح لفرحهم وأيضا إحياؤها بالعبادة فهنيئا لمن يوفق لهذه الليلة لإحيائها ونحن جئنا نهني أهل البيت نبارك لهم هذه الولادة السعيدة والتي في الحقيقة هي ليلة عظيمة عند أهل البيت جميعا عند أهل السماء وأهل الأرض فهذه الليلة نحن شيعتهم جئنا نزف البشرى والتحايا لأئمتنا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يوم ولد إمامنا المهدي المنتظر كما في الرواية شع من وجهه نور إلى عنان السماء أضاءت منه مشارق الأرض ومغاربها والتقى الأرض بيديه الكريمتين ورفع سبابته إلى السماء ونطق بلسان عربي فصيح كما باقي الأئمة عليهم السلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله
الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. وصلى على أمير المؤمنين علي وباقي الأئمة الطاهرين وبلغ إلى أبيه الحسن العسكري وأحجم، أي توقف عند أبيه العسكري، ولما جاءوا به إلى أبيه العسكري صلوات الله وسلامه عليه وضعه بين يديه وقال اقرأ يا بني، فقال بلسان عربي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض لنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وظهرت في أيام ولادته المعاجز والبراهين، هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم، سلوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم، وكم لك يا ابن المصطفى بان معجز به حيث كل من أعاديك مرغم صلوات. قال في الرواية بعدها نزلت على مهده طيور بيضاء فصارت تمسح أجنحتها على مهده الشريف وعلى جسده فتصعد إلى السماء. وسئل أبو محمد العسكري عليه السلام عن ذلك، قال هذه ملائكة الرحمة نزلت تتبرك بهذا المولود، وهي أنصاره إذا خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام ابن الإمام ابن النبي الأكرم خاتم سليمان النبي بمين يتختم، هذا اللي خلفه يصلي عيسى بن مريم وعند عصا موسى النبي سر النبوات، من نوح عمره والصبر من صبر أيوبا يرجع إلى العالم مثل يوسف ليعقوبا، يمتلك غربة وشرقة ويشمال وجنوبا، تتفتح على الدنيا أبواب السماوات، ونقول مهدينا ظهار وعمة أفضاله ألف الصلاة على النبي أحمد وآله، مولد الحج ابن الحسن لا حتى ماله ألف الصلاة. مرة ثانية سمعني، مولد الحج ابن الحسن واحد بس بقى في عمر دنيانا، كان الله طول عمر هذا اليوم بزمانا حتى يشع نور الإمام المهدي مولانا، يملي الأرض قسط وعدل بعد الجراحات، والدين كان يقول يا فرحتي يا سعدي، والعدل كان يقول فيها الدنيا من قدي، ونقول الله والنبي ويانا والمهدي وحسين ويانا وعلي وباقي السادات، يظهر علينا بطلته وينشر ظلاله ألف الصلاة على النبي أحمد وآله، مولد الحج ابن الحسن لا حتى ماله ألف الصلاة. مولد الحج ابن الحسن لا حتى ماله ألف الصلاة.
هذه بشارات النبي تتحقق والعلامات تقربت بالتحقق. وقد قال الصادق الأمين: والله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقد قال إمامنا العسكري في مثل هذه الليلة بعد الولادة الميمونة: قال الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من ولدي أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا يحفظه في غيبته ثم يخرجه أو يبعثه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الإمام معنا في كل حين وفي كل وقت، فلا تفتش عن الإمام كشخص فلن نراه لأن ذنوبنا حالت بيننا وبين رؤيته الشريفة، ولكن تجده عند دمعة كل يتيم وعلى باب كل فقير وأرملة، وستجده عند الأيادي البيضاء التي تمد إلى هذا المحتاج وإلى بناء ذلك البيت لأولئك الفقراء، وستجده عند البنت العفيفة التي ترتدي العفاف في هذه الأيام التي شاعت فيها الفحشاء والمنكر في كل مكان، وستجده يدعو لشاب متنفل يقصد المسجد عند أوقات الصلوات، وستجده عند المتنفل في مثل هذه الليالي يدعو له، وستجده يأمن يبسط الأمان بين الناس ويدعو للمؤمنين ويدعو في خلواته للمتهجدين والعلماء ويدعو لشيعتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فمتى ترانا ونراك وقد ملأت الأرض قسطا وعدلا؟ الإمام المهدي بيننا، فهو غائب كهوية ولكنه كشخص بيننا، حتى إذا خرج الإمام سيقول الكثير: لقد رأيته لقد رأيته، ولكن أين رأيت هذا الإمام؟ لا يدري أين. فمن يستحق يرى هذا الإمام؟ والذي يمشي على دربه، على طريقه، على نهجه، يقتدي بأئمة أهل البيت عليهم السلام في حياته العبادية والاجتماعية وفي كل شؤون حياته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة لنا ولكم ليلة مباركة سعيدة، ولا تنسوا المرضى من الدعاء والأسرى من الدعاء وأصحاب الحوائج من الدعاء، فدعاؤك لي يستجاب ودعائي لك يستجاب، لأن الرواية تقول: أدعني بلسان لم تعصني به. فهذه الليلة ترتفع الدعوات إخواني من المؤمنين من المؤمنات، وهنيئا لمن يكرس وقته في الدعاء للآخرين ولا يبدأ بنفسه. فلا بأس إخواني أن ننشر الزينة ونفرح بفرح أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم. اقرأ وياي أفراح في أفراح دقائق معدودة ونختم المولد. يا أبو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت الليالي. اقرأ حبيبي اقرأ يا أبو صالح. يا أبو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت الليالي مولد قرة العين يا خد ثار الحس مولد مولد قرة. يلا عيني يلا لحسين وغيرك ما حلالي حلالي ارفع صوتك صيح وياي. يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت يا هالليلة جميلة باصواتكم تصير اجمل. يا ابو صالح يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت الليالي.
مولد مولد قرة العين يا خدي يا خدي ثار إن شاء الله إن شاء الله مولد قرة العين يا خدي ثار وغيرك غير غيرك ما حلالي حلالي ما غير الولى اللينا جمعنا جينا المحفل مضوي شمعنا ألف مرحب بمن شرف حفلنا ألف مرحب بمن شرف حفلنا هذا دعاء وألف رحمة على ثدي الرضعنا ألف 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 رحمة على ثدي الرضعنا مثل نجيب من وين يا خد سار مولد قرة العين مولد قر يلا عيوني يلا يا خد ثار الحسين غيرك ما حلالي 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 يا ابو صالح يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت الليالي وين عشاق الامام وينهم يا ابو صالح يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت الليالي الليالي اللي مولد مولد قرة ال على راسي اي والله يا خد ثار الحسين غيرك ما حلالي 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 الف مبروك يا الزهرة الزكية اجت شيعة علي تزف التحية وتحيي المولد بفرح العشية جاوبني سلام الله على الهادي ووصية سلام الله سلام الله على الهادي ووصية تجز حوف الموالين ياخذ ثار الحسين مولد قرة ال اي والله غيرك ما حلالي 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 سمعوا سمعوا يسمعكم يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت ال يا ابو صالح يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي ضويت الليالي 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 مولد مولد قرة العين اي والله مولد غيرك ما حلالي حلالي حلال هذا بيت جميل اسمع بدت أفراحنا بثالث بشعبان وكل شيعي إلك مسرور فرحان تولول بالفرح هاليوم نسوان تولول بالفرح هاليوم نسوان هلا هل زغردة واسمك إلى شان هلا هل زغردة واسمك إلى شان يصف قول يسر بيمين وياخد ثار الحسين يصف قول يسر بيمين يا أخي ثار الحسين غيرك ما حلالي حلالي
حلالي. اسمع، جينا المحفلك من غير ميعاد، شعبان بفرح نحيه بعياد، نبارك للنبي والآل الأمجاد، يحق لنا الفرح ليلة الميلاد. جاوبني، يحق الفرح ليلة الميلاد، تعيشوا سنين وسنين يا خد ثار الحسين، تعيشوا سنين اي والله ويا خد ثار الحسين، غيرك ما حلالي حلالي حلا. يلا هذه الختام، سمعني يا ابو صالح يا غالي، ضيعته يا ابو صالح، يا ابو صالح يا غالي يا غالي يا غالي، ضويت الليالي الليالي الليالي، مثل نجيب من وين يا خد ثار الحسين، مثل نجيب من وين غيرك، غيرك ما حلالي حلالي حلالي. هلا بشعبان بي بدر العشق تم بتمام التم، مولد حجة الله ونور من نور الجلال وتم. أخوتها عيد وفرحة الميلاد، والله عيد وفرحة الميلاد، بر الطيبة يصير التم، ونحن حسين بميلاده، ونحن حسين ميلاده، ونحن حسين بميلاده، ونحن حسين بميلاده، ونحن حسين ميلاده، ونحن حسين يقول يا ربين سنين سنين واسمك ويانا، يا ربان السفينة وياك خدنا وياك سفانة، يا نسل النبي يا نسل النبي إبراهيم واضح شرايا، عتبيانا أخوتها أخوتها اي والله، ويصلي بمحراب الهادي، ويصلي بمحراب هادي، ويصلي بمحراب هادي، ويصلي بمحراب هادي، ويصلي بمحراب. انا بس اسمع ما اقرا، باقي فقرتين بس والمولد وانتهينا. يلا عيني ايه عافيه صيح يا مهدي يا مهدي، الكربلاء يا بكربلاء موعد لقائك والوعد في كربلاء، هناك أطفال عطشانة تنتظر وانت الرجاء، على راسي يا مهدي يا مهدي، بكربلا موعد لقاءك والوعد في كربلا، ثار لك يا ابن الأكارم يا معز الأولياء أخوتها، وعباس محضر لك راية، عباس محضر لك راية، عباس محضر يا عباس محضر يا عباس محضر، يقول تشرق الدنيا بوجودك، طلعتك هيبة وفخر،
بيدك الراية العظيمة كانت بجف القمر. يا مهدي بيدك الراية العظيمة كانت بجف القمر. اظهروا خلينا نسمع صوت ابو صالح ظهر. ها خوتها ها وجف حيدر بيدك خلاها جف حيدر بيدك لا جف حيدر بيدك لا جف حيدر بيدك ها جف حيدر بيدك. بعد وحده للحوائج وختام المجلس، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والملتقى إن شاء الله عند الإحياء 10:30 نشوفكم إن شاء الله. يقول فرحنا بمولدك هالليلة نتهنى، والله فرحنا بمولدك هالليلة نتغنى، بإنشودة عشق مجنون نتغنى. يلا عيوني يلا. والله بنشودة عشق مجنون نتغنى يا المهدي ونحن جفوفنا بحنا ونشرها هالراية علينا ونشرها هالراية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. عادة الناس نص المولد يطلع ولا القراية بس لا ما حط العلامة فيه في هدايا ثمينة هدايا ثمينة. جهز روح الاسم عبد الكريم ترى فيدي شيخنا كل شيء فيدي على هوا يقول عبد الكريم يقول حسن كلهم عندي ده عسل وما أدري بعد شنو صدق في اسم مهديني بس بغير. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله تعالى إيجاد الحجة على العالمين النور المضي والطاهر الزكي القائم المهدي وصي رسول الله صلى بعث الله تعالى ملكا من ملائكة فأخذ شربة من تحت العرش وأمره أن يدفعها إلى أبي محمد عليه السلام فتناولها وشربها فحملت نرجس من ماء تلك الشربة بصاحب العصر والزمان وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما حملت ازدادت نورا وبغاء ومضى لها 40 يوما من حملها وكان يسمع الكلام فيها فلما أتى له 4 أشهر وأنشأ الله تعالى الروح في النطفة المباركة بعث الله ملكا يقال له خيوان وأمره أن يكتب على عضد الأيمان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم حبيبي رسول ما يخالف خلال المولد نتخلل بعض الجوائز لأن المولد شوية في ورقة بعد. قالوا لي أعطي أول هدية إلى أكبر واحد اسمه مهدي. اصبر يمكن مهدي مو لازم سيد. صلوا على محمد وآل محمد. الله رايد لك أصغر واحد اسمه عبد الكريم.
ما في الا الشيخ عبد الكريم اصغر في ها ابو كمال تعال انا فكرت الشيخ ما مش الا انت شوف اصغر واحد اسمه بس انا اعتقد يا عبد ايه حبيبي ها اللي يقول لي كم عمر الامام المهدي الان اعطيه جائزه مولد او زكي انت شاطر مولده في عام 255 يلا اطرح 1100 صحيح تفضل صلوا على محمد وآل محمد تعال تفضل مذاكر مذاكر احسنت طبعا علوم القران احنا تعلمناها من استاذنا فضيله الشيخ وهذه هديه طيبه وانا اغلى هديه خليتها وراح اقدمها الى الشيخ بشرط نسال سؤال قراني سؤالين والاجابه حاضره بس نريد نستفيد نريد ثلاث ايات سمعت الشيخ مو في الإمام المهدي طبعاً فيها أعداد مثلاً 6 12 و9 الآية الأولى التي فيها 6 العدد 6 أياً كانت الآية إنا خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام هذه صحيح 12 أحسن صحيح؟ أحد عنده اعتراض؟ بعد الرقم 9 ما تقول لي 19 لا ها؟ الرهط شيخنا 9 ساعة المعطي وصل لك لا يقوم الشيخ صلوا على محمد وآل محمد ونهم زين الآن بيوزعوا عليكم عسل جوائز موجودة عند الشيخ اعذرونا نحن ما ودنا نأخركم بس هذه كلها خير وبركة هدايا العسل الأولى هم إلى الشيخ أبو محمد أنت شيخ نعطيني إياه الأولى إلى الشيخ أبو محمد الحبيب هذه لك الأولى الثانية أبو علي معيلي من أبو علي معيلي واجب أبو علي إيه استاهل والله معي الثالثة عبد الأمير حبيب أعطها أبو حسن وصلها إلي أبو سيد مهدي خدها ها وينه يلا وصلوا إلي الثالثة أبو علي حبيل من أبو علي حبيل أبو علي اثنين أبو علي مهدي في اثنين ترى أنت يا حجي مهدي وصلوها لك وصلوها إلى وصلوها إلى شباب وصلوها إلى الثالثة أبو حسين معيلو من أبو حسين معيلو واجد معيلو أبو حسين يستاهل أبو حسين نص أبو حسين بس ترى اسمك مو موجود السادسة ما أدري أغير الاسم أبو محمد جمعان وينه؟ أبو محمد جمعان تفضل عيني سيارة لكزس أبو ماجد كويل يا بعد هذا هو اللي أعطاهم الجوائز هو واقف وياهم استفدنا أبو ماجد كويل أبو عيسى الرويعي أبو عيسى صلوات هذه استاهل صلوات الله مؤذن المسجد هذا محمد وعلي محمد استاهل أبو عيسى مؤذن المسجد العاشرة السيد مهدي القلاف
إيه سيد مهدي هاشا قلافي ما في كتبوا القلاف ما في إلا أنت سيد مهدي واحدة من عندي واحدة عيد ميلاد سيد مهدي عيد ميلاد الليلة ورقم 11 أبو حسن حبيل أبو حسن همي لك غرشة عسل نص بنص وطبعا ما نسوا الإخوان قعد بابا حبيب ما نسوا الإخوان الأخوات أيضا في شدة شخاخيط وزعوها عليهم نسوان إن شاء الله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد علي ابن أبي طالب صلوات ربي علي أصلي وسلم عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قيل في الليلة التي ولد فيها ظهر في البيت نور عظيم لم يره غيره إلا أبو صلوات الله عليه قالت حكيم ابنة الإمام الجواد بعث إلي ابن أخي الحسن العسكري ليلة النصف من شهر شعبان إن شاء الله أذكره ويا الولادة هذا ويا الولادة نذكره ليلة النصف من شهر شعبان وقال لي يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإن الله عز وجل سيبشرك بولي وحجته على خلقه خليفتي من بعد حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سيبشرك بولي وحجتي على خلق خليفتي من بعدي فتداخلني من ذلك سرور عظيم وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد وهو جالس في صحن دار وجواري حوله فقلت يا سيدي جعلت فداك الخلف ممن قال من نرجس الطائرة فأدركت طرفي في الجواري فلم أرى جاري عليها آثار الحمل أبدا فلما صليت المغرب أتيت بالمائدة فأفطرت أنا ونرجس ودايتها في بيت واحد فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم أزل متفكرا في وعد أبي محمد وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أن دنا فجر تلك الليلة المباركة تقول حكيمة فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فوثبت إليها ودنوت منها وسلمت عليها ثم قلت لها أتحسين شيئا قلت نعم قلت لها اجمعي نفسك وقلبك فهو كما قلت لك وصرت أراقبها وأنا فرحة مسرورة وعليها من النور ما يغشي الأبصار وتحير فيه الأفكار فنعست ثم التفت لها فإذا بها قد غيبت عني ولم أرها فضرب بيني وبينها حجاب ففزعت وأشفقت عليها وصرت حائرة فعند ذلك مضيت إلى أبي محمد وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد طبعا ما ننسى الأخ اللي قدم العسل فؤاد الأبيض ومؤسسة صادق أحمد معيلو وأبو علي أحمد آل قنبر تقديم هذه الهدايا أنا يعني أردت أن أذكرهم عند الولادة قريب الولادة لتدعو لهم جزاهم الله خيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم التفت لها فإذا بها قد غيبت عني ولم أرها فضرب بيني وبينها حجاب ففزعت وأشفقت عليها وصرت حائرة فعند ذلك مضيت إلى أبي محمد وأنا صارخة فلما رآني على ذلك الحال ناداني لا عليك يا عم ارجعي إليها فإنك ستجدينها في مكانها
فرجعت إليها فلم ألبث إلا قليلا حتى رفع الحجاب الذي بيني وبينها وعليها من النور ما غشي بصري فأخذتني فترة وهي كذلك لا زالت جالسة لا تحس بألم ولا وجع إذ وضعت بالإمام أفضل الصلاة.